في هذا الفيديو غنوريكم كيفاش ديزاينيو ذاك رينبو ديزاين اللي فيه 100 داي سمارتر اللي كيتباع مزيان في هذه الساعه في متجر امازون, كيتباع حتى في ريد بابل, في تي بابليك, في بزاف ديال البلايص. غنوريكم كيفاش تصوبوه من احتى زد في الستريتور. تبع معايا اخاي اجي تشوف كيفاش كيتصوب هذا الديزاين هذا وكيفاش تبيعو بحال اللي كيتباع هذاك اللي كاين في متجر امازون الا عندك الزهر بطبيعه الحال. باش نفكركم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكونت ديال متجر امازون, عندنا لو سيرفيس ديال الكرياسيون ديال الكونت ديال متجر امازون, يوصلك الكونت في ظرف 24 ساعه. نخلي لكم اللينك لتحت في الديسكريبشن. صافي مشينا, زيد سيدي على بركه الله. سو الديزاين اللي هضرت لكم عليه هو هذا الديزاين هذا, وان شاء الله غادي تتعلموا كيفاش تصاوبوه في الستريتور ظرف 15 دقائق على حساب نتايا شحال كتزهد. المهم غنوريكم شويه بشويه بالتفصيل كون صوبوا انا راسي كوراي تصوب لي دغيا. المهم انا نوريكم وقادوا المسائل ديالكم. اول حاجه شنو خاصنا؟ خاصنا هذا رينبو هذا. تقدر تصوبوا راسك الا بغيتي, ولكن الا كاين واجد غادي ناخذوه وغادي نعدلو عليه شي شويه. تقدر تجيبو من فري بيك, تقدر تجيبو من فيكسلز. باي ذا واي اللي ما عندوش فيكسلز سبسكريبشن راه عندي 35% ديسكاونت لتحت في الديسكريبشن الا بغيتو تاخذو فيكسلز سبسكريبشن, غادي تساعدكم بزاف. والحاجه الاخرى اللي خاصنا ناخذو هي هاد الليبد سكين, هي الجلده ديال التايغر. شنو هو التايغر؟ نمر. That's it. وهاد القلوبة هادو تقدر تصوبهم راسك, تقدر تجيب شي رينبو اللي فيه هاد القلوبة هادو. وخاصكم جوج ديال الفونتس, ولا لا بغيتي ديري فونت واحد نتايا على حسابك. شنو هو الفونت؟ هو الخط. غادي نمشيو لهنايا الفيكسلز, انا غنختار هذا غنكليكي عليه وغادي نداونلوديه. وهنا مشينا الفري بيك, غنداونلوديو واحد من هاد الرينبوز هذا اللي بغيتي داونلودي داونلودي نتايا. وهذا هو الديزاين, هزيتو خديت له سكرين شوت وحطيته هنا في الستريتور غير باش نبقى عاقل على كيفاش داير بلا ما عاد غنمشي ليه ونرجع نمشي ونرجع. وهذا هو الديزاين اللي صوبته انا دابا, غادي نوريكم كيفاش غادي نصوبوه دقه دقه. غادي نهزو نحيدو من هنايا ونحطو ونجيبو هذا الرينبو ديزاين هذا اللي جبناه من فري بيك. باي ذا واي هذا راه باتن, كاين بزاف ديال الناس ما كيعرفوش كيفاش ياخذوا رينبو من الباتن. سو غنوريكم كيفاش. الا كان شي باتن بغيتو تاخذوا الشيب ولا لوبجي ولا الديزاين من الداخلاني ديال الباتن, ساهل, غادي تمشي للاوبجيكت بحال هكا, غادي تمشي للباتن وغتمشي لاديت باتن وغتهزو بحال هكا, دير ليه كوبي وسير بلاصه فين بغيتي تحطو ودير كولي بحال هكا. هاو ساهل القضيه الخوت. دابا غنجيبو هذا لهنايا الوسط بحال هكا, نصغرو شويه, نحيدو لي زيليمون اللي ما باغينش. مثلا هاد لي ليمون ما باغيهش انايا, كنبقاو غير ندوبل كليكي باش ندخلو لداك اللاي هذيك ولا تمشي للايز وتلقاهم اللي بغيتي. انا موالف كندوبل كليكي باش ندخل لاي. حيد هذا ما بغيتوش, حتى هذا ما بغيتوش, هاد البوابق هادو ما بغيتهمش. دابا اش غندير؟ هاد اللعيبه هادي غادي نكبرها, غندوبل كليكي عليها باش ندخل ليها ونكبرها بحال هكا باش تخلي لنا فراغ ما بين هاد الارك هذا وهذا. راه شنو بس ما كتصدقش هاد اللعيبه هادي, غير نتوما الا بانت لكم الا بان لكم الشيب مزيان خليوه, ما بالكمش دخلوا لداخل وتويكي وداك الشيء مزيان مزيان. خصك تكون دواق, الا ما انت ماشي دواق تعلم تكون دواق. نايس جو بونس سافا بحال هكا. دابا هاد القلوبه هادو غادي نرجعهم بويض, تمشي غير لهنايا وترجعهم بويض دائما سيليكسيوني. ودابا غنكبرهم حتى هما هاد القلوبه بحال هكا, غتقادهم حتى يتقادو مزيان. ضرب عليهم دويره بحال هكا واش باينين مزيان؟ جو بونس راهم باينين مزيان في هاد الساعه. تقدر تكبر هاد اللعيبه شويه الا بغيتي. صافي بالنسبه ليا انا فرحان بهاد الشيء هذا. دابا هذا غنكبره شويه, راه ماشي دائما هاد القضيه غتصدق ديال تكبر من الجناب على حساب انت الشيب اللي باغي دير, فهمتي؟ انا جاني بلي هاد القلب هذا الا كحسو بحال هكا مازال غادي يجي مزيان, الا جاي بحال هكا ماشي شيب هذا, فهمتيني؟ ما تعبصش الحاجه بزاف, كون دواق دائما في الديزاين, كون دواق. بحال هكا جاني صافا, يعني ما كيبانش خايب. نقدو شويه نديرها في الوسط, نبدلو له اللون نرجعوه ابيض. نايس nice. هذا غادي نرجعوه بينك بحال هكا. دابا شنو بقى لنا ندير؟ بقى لنا هذا ليبد سكين خصنا نحطوه هنايا وهنايا. غادي نجيبو هذا الباتن ديالنا, غادي نكريو واحد الريكتانجل بحال هكا, ناخذ اللون ديال التحتاني ديال داك الباتن ديالنا هذا اللي باين بحال البيج. غادي ندير كوبي كوماند شيفت او في باش نكولي هذا الريكتانجل هذا فوق من داك الريكتانجل. هانتوما غتشوفوا علاش, لان ملي غادي نمشي للاي دروب تول اللي هي اي, غنبقى على هذا الباتن
غادي تصوب لي الباتن بحال هكا كما كتشوف. كما كتشوفوا عندي جوج ديال الشيبس، عندي الباتن وتحت منه اللون. غادي نسيليكسيونيهم جوج بحال هكا، غادي ندير كوماند جي باش نكوبيهم. غادي نكبرو بحال هكا نحطو هنايا. دابا خاصني نهبط هاد اللاير تحت. حاجه واحده اخرى هي خاصني انغروبي هاد الديزاين هذا، هانتوما غتشوفوا علاش. انغروبي كامل، ملي كتايزوليهم دابا هذا نقدر نحطو فيه داك الباتن ديال ليبيد سكين. غنسيليكسيونيه شيفت وسيليكسيوني الباتن ديالك، ودائما الباتن خاصو يكون تحت من الشيب اللي باغي تحط الباتن فيه. وندير كوماند 7 ولا كنترول 7، ها انتما كيما تصاوبات. دائما لا ديفيرونس هي في البي سي بكنترول وفي الماك بكوماند، سهله مال القضيه. دابا عاوتاني جبت نفس الباتن وغادي نحطو فين؟ هنايا. كيفاش غنديرو ليها؟ سهله مال، غادي نجيبو لهنا بحال هكا، غادي نحطو لتحت، عاوتاني غنهبطو اللاي لتحت. غنسيليكسيونيو الباتن وغادي نبكو على شيفت وغنسيليكسيونيو هاد الشيب هذا ولا هاد الارك هذا، نبكو على كوماند و7 طانا الخوت. كما كتشوفوا سهله القضيه بزاف. دابا غنجيبو هاد الفونت هادو وغادي نحطوهم هنايا، تاعو كاع الفونت اللي يعجبكم، فهمتي؟ قادوه مزيان بحال هكا. دابا غنجيبو هاد السماطه ونحطوه هنايا في الوسط. دابا غنوريكم كيفاش غادي نحفروا الا بالتي، فهمتيني؟ باش تجي داك اللعيبه ديال الفراغ ما بين الا والتي وتجي بحال اللي غام مطبوعه فيها. هاد لافيز وين كيساعدك بزاف ديال الحوايج في الديزاين. كيفاش غادي ندير لها في هاد لا سيتوياسيون هادي؟ بزاف ديال الناس كيقطعوا، انا ما كنقطعش، كنستعمل الماسكين. دائما كنستعمل الماسكين باش الا درت شي خطا ولا بغيت نبدل من بعد ما كيكونش واحد البروسيس اللي ما تقدرش تصحح، وكتقدر تصححو دائما. واش كندير؟ كنبك على سماطه بحال هكا، كوماند سي ولا كنترول سي، تعلموا هاد القضيه مهمه. غادي نمشيو ل 100 دايز، غنكليكيو عليها حتى هي، وغادي نمشيو للماسك وندكو على كلي. اش غندير دابا؟ غندير كوماند شيفت في. علاش؟ باش نبيستي ولا نكولي اكزاكتومون فوق من سماطه، يعني سماطه تكولات فوق سماطه، ولكن تكولات فوق سماطه في الماسك، فهمتيني؟ كما كتشوفوا احنا حطينا سماطه في الماسك. دابا غادي نكبروا ستروك، غنديروا 30 بحال هكا. شتي الحفره كيفاش بانت؟ غادي نمشيو لستروك وغادي ندكو على هاد راوند جوين بحال هكا، باش ما يكونوش عندنا شي ارتيفاكس وشي لعيبات فتشينو بس كيخرجوا بحال هكا وهكا، ما بغيناش هادوك. وغادي ندكو على هادي، بغينا لاين ستروك تو اوتسايد باش تكبر ستروك ديالنا كما شفتو. ها انتم الخوت، شوف داك لافي كيفاش جاي زوين. هذا هو لافي اللي كيديرو ديزاينرز الواعرين في ماتش با امازون. هادشي اللي كنوريكم الخوت راه حماقيت باش نتعلمو. بغيتكم دابا طحنوا بابا داك الدولار، ما كاينش اللي يقول لي عدنان ما كنعرفش ولا هاد. ها انتم كنوريكم الاسرار ديال المهنه، فهمتيني؟ دخل وخدم على راسك والله يسهل عليك. رزق بيد الله. دابا غتحيد غير الباك جراوند وغادي تمشي مع راسك تاكسبورتيه وابلودي مع راسك في ماتش با امازون ولا ادسي ولا ريد بابل، اي بلاصه بغيتي. ها هو الديزاين كيفاش جا. نايس الخوت ياك. قول لي شنو بالكم في الديزاين، واش عجبكم ولا ما عجبكمش. قول لي شنو هما النوع ديال الديزاينات اللي تبغيوني نصوب عليهم. الا بغيتو كاع تحطوا لي لي ليان ديال لي ديزاين اللي الا بغيتوني نوري لكم كيفاش كيتصاوبوا داك الديزاينات هذوك، وان شاء الله ما يكون غير خير. باش نفكركم، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الكونت ديال ماتش با امازون، راه عندنا لو سيرفيس ديال الكرياسيون ديال لي كونت ديال ماتش با امازون. يوصلك الكونت في ظرف 24 ساعه. نخلي لكم اللينك لتحت الديسكريبشن. خليت لكم واحد الماستر كلاس حتى هي ديال ماتش با امازون، خليت لكم حتى 200 بلس نيشز. واللي محتاج يدخل للسيرفيس ديال النيشات باش يوصلكم النيشات كل اسبوع، راه خليت لكم كلشي تحت الديسكريبشن الخوت. اللي مهتم باي حاجه راه كلشي تحت الديسكريبشن. راني درت لكم ديزاين تيتوريال واحد اخر ديال كيفاش تصوب داك الفينتج سانسيت، انا غنخليه لكم هنايا في شي بلاصه هنايا المهم باش تفرجوا فيه. تبارك الله عليكم، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.